طب احنا عايزين بقى نسألكوا سؤال بقى مهم قوي. كنا دايما خلال الحلقات اللي فاتت بنتكلم في ازاي الراجل المفروض يشارك الست في البيت وفي شغل البيت وفي تربية الأولاد والكلام ده. جينا بقى الحتة اللي ما فيهاش دلع. دي الحتة اللي أكيد هنا ما فيش دلع. شكلها كده عندهم عيب يا نور. والراجل ده اللي هو جبت نكتة ولا إيه يا جماعة؟ راح جابت الشال بتاعها وعملته على وشها كده. إذا كان يا بنتي بيضرب صحابه بالبتاع. لا هو الدلع الدلع من أنت مخطوبة وأنت عروس وأنت خلاص جبت الولد البيت. خبطين الحاجات إزاي؟ يروح بالكرباج أوعوا. الكرباج ده ما يخشش البيت اوعى. لا ما فيش كرباج ولا حاجه. في بس رام بين الزوجين طبعا. فما في كرباج. يعني الراجل يخش من البيت يقول ايه؟ والله ازيكم. ايوه حكايه تبقى على حسب المزاج. مزاجه حلو يعمل اللي انت عايزاه، يعني يساعدك في المطبخ، يساعدك انت وشطارتك. مزاجه مش رايق تولعي انت بقى وحبك. انت مش شطارتك والله. يعني ممكن الراجل برضه بيساعد. بيساعد ايوه على حسب المزاج. ممكن يساعد. بس يعني طبيعه الرجل الشرقي مش السوداني فقط. الشرقي يعني مش بيحب يدلع نفسه. مش يسمعوني الموجودين في الاستديو. بيحب يدلع. مش بيحب يدلع نفسه، بيحب انه يدوه اعتباره. ونحن كسيدات الشرقية بنحب نحن كمان يعني ندي اعتبار للرجل عامة. بالإضافة الرجل يعني بحب إنه يكون عنده مكانة، عنده مكان مخصص له وأكلة مخصصة له وحاجة زي ده يعني يدلع. أكلة أيوة مخصصة ليه؟ يعني هو بياكل الأول وبعد كده أنتوا تاكلوا؟ لا لا بتاكلوا مع بعض. طيب عادي زي في عاده عندنا برضو اظن شويه كده اختفت يعني. ايوه انا ممكن يعني عندنا نحن بنقول داري كرة على العنقري. كرة على العنقري. هم مش اظن يعني عشاء خاص. بعد ما تعشوا كل الاسره تعشت، الزوجه بتعمل عشاء خاص لزوجها. يعني بيتخطوا له جنب سريره وجنب الكومودين بتاعته وجنب في ترابيزه خاصه، اكله حلوه دسمه خاصه له. يا حلال دلع يعني. ده ايه الدلع ده؟ لازم لازم انتوا جربوها. احنا نعملها حاجه. جربوها يعني. فكره شوفي النتيجه بتحصل ايه. شوفي النتيجه. ايوه قلت لك جنب السرير. بعد ما تعملي لها اكله الاكل تعمل ايه؟ لا ما هي ما ريحه اكل يعني. انت هتجيبي حاجات مثلا فطاير ولا كده؟ لا هتجيبي سكريات، حاجات حلوه. اكله حلوه يعني. حتى دلع دلع. حتى الاوانم بتقدميها له. حتى الاوانم مختلفه يعني من حقه العيال اللي كانت معاكم برا ولا الاضافات اللي برا. فهي دي حاجه مميزه كده. نعمل كده بس ما تظلميش يعني. انا بميزك وعامله لك حاجه مخصوصه ليك انت. والله فكره والنبي لا جرب. ايه يعني؟ جربي بشوف الايه اللي بيحصل. بتلاقي نتيجه حلوه ان شاء الله يعني كده. عصير العصير هو بحبه وانت عارفه. تاخدي في سنين كده وتاخدي يعني حاجه شنو بتبادل المشاعر ما بيناتكم. الله ما شاء الله. والله جميل. طب وايه تاني؟ قولي قولي احنا هنتعلم منكم حاجات كتير والله النهارده. قولي يا سحر مخبيه ايه؟ والله على فكره يعني في حاجات كثيره من العادات اللي بتخلي احنا عموما اذا جينا نظرنا للحياه الزوجيه محتاجه تفاهم واتفاق. طبعا صحيح. ما دايره تنكيد ودايره زعل. انا عايزه اعيش حياتي باريحيه وانت عايز تعيش حياتك باريحيه. بالضبط. يعني الناس تتفق على الحياه الزوجيه من غير نكد. اما هي الظروف عامه في كل وضع هي صعبه، واللي انت بتشتغل ومضغوط عليك. انا كمان كست برضو عندي شغل مضغوط باغي والمدارس يعني. والحاجات يعني الناس بتخفف. الرجاله يعني هو بصراحه يعني الراجل زي الشافع الصغير يعني عاوز منك اهتمام. أيوة. يعني زي ما بتهتمي بالعيل تهتمي به تدي مكان صراحه. بيزعل احترامه تقدريه وهو عاوز كده يعني. بيزعلوا بيزعلوا الراجل السوداني والله. ممكن غير من ابنه يعني. ممكن غير من ابنه، من اخوك لو جيت ثلاثه اربعه دلعت اخوك قدامه بيقول لك انت كنت عامله لي اخوك. ما عملت لي يعني. يا روح يعني شنو الراجل السوداني بدلع نفسه في الست زي. فانت يعني بترجع طوالي. ايوه انت بتقلبه اكيد. شكله بيحب الدلع ويحب الاهتمام ويحب بالظبط. عموما ما هو دلعها قد كده برضه اكيد. فهي لازم ايدها يا عيني دفع لازم تراضيه. عرفتي؟ لازم تراضيه. لازم تراضيه يعني لازم باي شكل من الاشكال. في حاجات مشتركه ما بيننا يعني. أيوة. ستات مصريين والسودانيات يعني. الراجل لما يجي من الشغل
تعديه وتجيبي لكم كوبايه عصير ومحرك ايه ومفيش خناقه ومفيش يعني تخليه يرتاح بالظبط كده طبعا. الله ينور عليك. الستات اللي بتغسل أيوة. يعني رجلين يعني كانك بتخففي عليه ومش بتخليه يطلع كل المضغوط برا بيطلعه فيكي. انت لما تقابليه بوجهك حلو بيخففي عليك. انت كست سودانيه يعني الست السودانيه كمان بتكون متواجده في بيتها من الصبح وهو يخرج وهي بتكون متواجده في البيت تغسل تطبخ ويجي لازم لما يجي كل شيء جاهز. احنا عندنا كده برضه أيوة. لازم جدا. اي حاجه شنو يكون خصوصا طبق الميه شغالين يعني شنو من برا لما يجي بيعرف وضع البيت كيف يعني تعرفي تدري ملامحه هو داخل عليك أيوة. ازاي هو متعصب هو كويس أيوة. رايق مش رايق صح تشتغلي على النغمه دي تشتغلي بقى هو متضايق خلاص تبعدي عنه تبعدي اي حاجه تبعته مبسوط اطلبي عنده زمن معين عنده زمن معين بيجي في البيت انت لازم تكوني على سنجل 10 يمكن دي اكتر حاجه واحلى حاجه فعلا نقدر ان احنا نختم بيها التفاهم بين الازواج يعني هو بيخلي العلاقه حلوه بالظبط يعني كده ازاي ولازم القهوه يا ريم القهوه بتعمل لازم المزاج عندنا القهوه السودانيه لازم الست ايوه وتفاهم وقهوه ايوه دول الثلاث حاجات دول لازم الثلاث أيوة. اسرار اللي بيهم نقدر ان احنا ايه نستقبل زوجنا كده من اللي رجع من الشغل بطريقه لطيفه وان احنا نبقى عارفين هو فعلا متعصب ولا مش متعصب احنا مبسوطين جدا بوجودكم ونورتوا مصر ونورتوا استوديو ان تي ونورتوا اي تي سي ورمضان كريم عليكم ودايما يا رب كده منورين الدنيا كلها والله نحن بنقول لكم سعيدين جدا ومبسوطين جدا وكل سنه وانتم طيبين يعني مقبلين على العيد وكل سنه واي تي سي بخير ان شاء الله يا رب وانتم طيبين يا رب وان شاء الله لازم توعدونا ان احنا بقى بعد العيد نتقابل تاني ونقعد نسمع اكتر عن عادات السودانيين الجمال اللي احنا بنحبهم جدا.